السلام عليكم ورحمة الله. كما طلبتوا رح نستمر في يعني البرهان عن بعض العلاقات بين المجموعات. تبعني مليح. عندنا هنا هذا يعني الاكزارسيس تابع لدرس انسومبل غولاسيون اي ابليكاسيون، راح تلقاه في قائمة التشغيل وحده درس مع تمارين. عندنا هنا سوا ا اي بي دو بارتي دان انسومبل نو فيد، معناها الا والبي تاعي هذاني هادو ينتميو الى مجموعه ليست خاليه. هذه المجموعه ها هي مجموعه تاعي راهي او. تبعني عندي هنا فها ا اي بي اكزامبل، عندي هنا ا 1 2 3 4 5 6 7 اي 8 اكزامبل. هاد لونسومبل فها هاد لي زيليمون، هاد العناصر. عندنا هنا هادي اسمها ا، عندي هنا ا انتر بي ايغال ا يونيون بي. هنا اذا كانت ليغاليتي بين الانترسيكسيون هي لا يونيون، معناها بين التقاطع والاتحاد، فانهم نفس يعني فان ا تساوي ب، فانها نفس المجموعه. نرجع هنا فقط، عندي هنا كيكونوا عندي مجموعتين متساويتين، مثال ها هي مجموعه ا وها هي مجموعه بي، وقتها نقول عليه متساوي ال ا يساوي ب بي، كيكون عندهم نفس العناصر. مثال عندي هنا 8 9 10 8 9 10 يكونوا عندهم ميم، عندهم نفس العناصر، باه نقول بلي ا تساوي لي بي. وتاني لازم تكون ال ا انكلو دون بي، اي بي انكلو دون ا. معناها اذا بينت بلي ا انكلو دون بي، ا محتوت في بي وبي محتوت في ا، معناها فان هذه العلاقه محققه. ا هذه انكلي دون بي واش معناها؟ معناها كلكو سوا، ها هي معناها كلكو سوا، ها نكتبها لك كيما هكا، اكس ابارتيان ا، ها هي الوغ اكس ابارتيان ا بي. مهما يكون الاكس تاعي ينتمي ل ا فانه ينتمي الى بي، والعكس مهما يكون اكس ينتمي ل بي فانه ينتمي الى ا. هذه واش معناها كيكون ا انكلي دون بي؟ اوكي. درك نرجع هنا، هنا عندي باه نقول باللي درك هنا ا تساوي بي لازم تكون نفسها، هاي ا تساوي بي، اذا هما قال لك باللي راهم دو بارتي، معناها اجزاء من هذه المجموعه، هكذا كجزء من المجموعه سوز انسومبل. قال لك هنا لانترسيكسيون تاعهم واليونيون تاعهم متساويين، الو ا تساوي بي، معناها لازم يكونوا نفس المجموعتين، لازم ا تساوي بي. درك خاوتي انا هنا كيفاه راح نخدم باه نبين بلي هاد لا بروبوزيسيون اي فري، باه نبين بلي هاد القضيه صحيحه. راح نفرض بلي هادي صحيحه، ننطلق من هادي فرضا ونبين بلي هادي صحيح، معناها راح نستعمل لو ريزونمون ديريكت اللي قلنا نفرضوا فيه، ننطلقوا بوش عطانا ونحاولوا ان نبينوا بلي هادي صحيح. درك خاوتي انا هادي باه نبين بلي راه صحيحه، يكفي اني نبين بلي ا انكلو دون بي، اي بي انكلو دون ا، باسكو هنا باه نقول ا انكلو دون بي، معناها الاكس تاعي ابارتيان ا اي اكس ابارتيان ا بي. هادي واش معناها ا انكلو دون بي؟ الاكس تاعي راهي تنتمي ل ا وتنتمي حيث تاني الاكس تاعي راهي تنتمي ل بي. دونك هنا قلنا راح ننطلق من هادي، كيفاه راح ننطلق من هادي؟ تبعني مليح. عندنا هنا سوا ليكن اكس هذا اليمون ابارتيان ا ا. درك انا بما اني انطلقت من هذه، هذه فرضتها بلي راهي صحيح، دونك اون سيبوز هذه، تبعني دوك نكتبها هنا، اون سيبوز سيبوز ا انتر بي، ا تقاطع بي يساوي لي ا يونيون بي. عندي هنا اكس اكس ابارتيان ا ا، عندي راح هذه خا مساواه، نقراها في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه كيف كيف، معناها الاكس تاعي بما انها تنتمي ل ا فان الاكس تاعي تنتمي الى ا يونيون بي، الاكس تاعي راح تنتمي للاتحاد تاع مجموعتين. عندنا هنا لكن انا هنا عندي فرض بلي راح تساوي، الوغ عندي هنا الاكس تاعي واش باها؟ ابارتيان ا ا انتر بي، هاي تنتمي هنا وانا فرضتهم بلي راهم متساويين، اذا فهي كذلك تنتمي هنا لانهم متساويين مجموعتين. كوم الاكس تاعي هنا ابارتيان ا ا انتر بي، انا قلت كي تكون الاكس تاعي تنتمي الى، تبعني اكس ابارتيان ا ا انتر بي، كي تكون تنتمي الى تقاطع مجموعتين واش معناها؟ معناها الاكس تاعي واش باه؟ تنتمي الى ا اي اكس ابارتيان ا بي. انا درك باه ندير تقاطع تاع مجموعتين لازم ندي العناصر اللي مشتركين بيناتهم، دونك هنا كوم اكس ابارتيان ا ا انتر بي، الوغ الاكس تاعي راهي تنتمي ل ا، اي الوغ من هادي الاكس تاعي واش باها؟ ابارتيان ا بي، الاكس راهي تنتمي ل ا وتنتمي ل بي، اذا من هنا واش راح ندي؟ راح ندي ا
هي انكلو دون بي. الأ هي محتوى في البي، وانا قلت باه نبين بلي العلاقة تاعي هذه صحيحة أ تساوي بي، لازم هذه نبين بلي أ انكلو دون بي اي بي انكلو دون أ. دونك هنا عندي راهي أ انكلو دون بي، هذه الخطوة الأولى، هذا راح نسماها أ. دونك نروحو نشوفو هنا في الخطوة الثانية، راح نحاول نبين بلي بي انكلو دون أ. واش راح ندير هنا؟ سوا اكس هاد لي ليمون ابارتيان ا بي، ندي عنصر من بي. عندي الاكس تاعي هنا من الفرضيه تاعي الاكس واش بيه ابارتيان ا اونيون بي، ومن هادي واش عندي الوغ اكس واش بيه ابارتيان ا انتر بي من الفرضيه اللي فرضتها لانهم متساويين نفس المجموع. عندي هنا اذا بما انها ينتمي ا انتر بي، دونك عندي هنا اكس تاعي واش بيه ابارتيان ا لانه ينتمي لبي وينتمي للانترسيكسيون تاعهم، والانترسيكسيون تاعهم واش هي؟ ها هي دوك نذكرك هنا برك باه تتفكر. عندي اكزامبل 1 2 3 5 6 8 اي 3 9 9 فوالا. دونك عندي هاد هنا هذه راح نسميها ا مثال، وهذه راح نسميها بي. دونك انا كي ندير ا انتر بي واش راح ندير؟ راح ندي ال ا وال 6. الوغ بما انه الستة تنتمي للانترسيكسيون تاع الأ والبي، ها هي أ انتر بي إيكالا كوا؟ إيكالا أن إي سيس. الأ والسيس هادو الأن تاعي تنتمي للأ وتنتمي للبي، على هاديك راني ندير الإكس تاعي أبارتيان أ بي إي إكس أبارتيان أ أ. كوم إكس تاعي كل عدد تاعي ليليمون تاعي درت إكس، معناها أي إكس من أي عنصر من بي ينتمي لبي، الوغ فهو تاني ينتمي إلى أ. من هادي عندي بي إنكلو دون أ. Alors, ou bien donc, B inclus dans A. Le B tiri ou chbaha, mouhtawet fil A. Ahahi, tnina rahin sema. Donc, عندي هنا بينت بلي A inclus dans B et B inclus dans A. Donc, عندي 2, 1 et 2. من واحد و اثنين عندنا هنا A égale à B. Donc, انطلقت من بلي A انتر بي ايغالا ا اونيون بي امبليك ا ايغالا بي. وهنا نكونوا برهنا الخاصيه تاعنا باللي راهي صحيح. نعاود نرجع نذكرك دائما راح تنطلق من هاد الخواص، معناها كيما اكزامبل هنا عندي كيكون الاكس ينتمي للانترسيكسيون، دونك اكس ينتمي ل ا وينتمي لبي، اذا كان اكس ينتمي لونيون اكس راح يكون ينتمي الى ا وبي وهكذا. دونك راح تخدم بهذه الخاصيه باه تحاول توصل تبرهن هاد يعني العلاقات من هذا النوع. نتمنى انه يعني الشرح كان وافي، اذا كان عندكم اسئله تقدروا تخليوها في لي كومونتير ولا تبعتوها سوغ انستغرام. بالتوفيق لكم جميعا.